بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة. مرحبا بالله بالصف الثاني الثانوي ورقة قلم نسر الأستاذ ذات شرح وتبسيط قواعد اللغة الإنجليزية. إن شاء الله مستمرون معك مع مراجعة منهج الترم الأول لعام 2021 من كتاب جيم 2020، وده تحديدا فاينل ريفيجن مراجعة نهائية. ووصلنا لبراكتس تيست 2، ده امتحان معدل موديفايد وموجود عندنا على صفحة 87 من الكتاب بتاعنا اللي هو جيم 2021 كتاب المراجعة النهائية. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نبدأ أول جملة في تشويس الامتحان بتاعنا. CPR is a famous. CPR ده إيه مشهور؟ يا ترى abbreviation بمعنى اختصار، ولا acronym بمعنى اللي هي بيقولوا عليها أوائل الأحرف، ولا word بمعنى كلمة، ولا punctuation. punctuation اللي هي علامات الترقيم اللي هي نحط في الستوب وعلامة استفهام والحاجة دي اسمها punctuation. طب هنقول abbreviation بمعنى اختصار، لأن ده مصطلح من أكثر من كلمة وبنعمل له حاجة اسمها abbreviation. اختصار إجابة واحدة صحيحة في جملة رقم واحد. اتنين بيقول لك علي بقى جاب فراغ what the teacher said، علي كذا ما قاله المعلم. And did the wrong homework last night، وقام بأداء الواجب الخطأ الليلة الماضي. يا ترى misunderstood بمعنى أساء، ولا deceived بمعنى خدع، ولا ruined بمعنى حطم، ولا fell out with وقع بكذا أو سقط بكذا. إن هو فلنا بمعنى الوقوع مش معنى الفشل يعني. طيب هنقول misunderstood. misunderstood بمعنى أساء فهم، يعني أخطأ في فهم. misunderstood إجابة واحدة صحيحة في جملة رقم 2. 3 بيقول لك they have just، هم يدوب كذا، the timetable جدول معيد، so we know these train times are correct، ولذلك نحن نعلم أن مواعيد القطارات هذه مواعيد صحيحة. ترى deleted بمعنى حذف لغى يعني، ولا got into دخل فيه، ولا صوت بتحلى، ولا updated حدثة. updated حدثة إجابة واحدة صحيحة في جملة رقم 3. 4 بتقول it is وجاء فراغ not to share a box of chocolate، إنه كذا ألا تتشارك قطعة الشوكولاتة. المقصود بها يعني أنت لو معاك قطعة شوكولاتة إن إيه كذا، إن أنت لو ما تشاركتهاش يعني ما أديتش الناس اللي معك من الموجودين معك منها، عزمت عليهم مثلا يعني. ده معنى الكلام. مين بمعنى بخل، ولا نيستي بمعنى شيء كريه، ولا كيرلس بمعنى إهمال، ولا وايز بمعنى حكيم. هنقول it's mean، يعني أقول لك ده بخل منك لو أنت ما تشاركتش قطعة الشوكولاتة اللي معاك مع الأشخاص الموجودين. مين بمعنى بخل إجابة واحدة صحيحة في جملة رقم 4. 5 بتقول لك poor hygiene can increase the danger of كذا of diseases. poor hygiene طبعا hygiene مقصود بها النظافة الشخصية. يقول لك كل ما تكون النظافة الشخصية، طبعا هنا كلمة بور مش معناها فقير، المقصود بها سيء أو غير جيد أو ما إلى ذلك يعني. يبقى عايزين نقول إن النظافة الشخصية لما تكون مش جيدة مش كويسة ممكن تزيد خطر إيه بقى of diseases الأمراض. يا ترى affection بمعنى تأثير، ولا infection بمعنى عدوى أو إصابة، ولا defection اللي هي المعنى الحرفي ليها ارتداد، ولا perfection بمعنى تمام أو اكتمال. هنقول infection بمعنى عدوى أو إصابة، إجابة واحدة صحيحة في جملة رقم 5. نروح لجملة رقم 6، بس نظر الشاشة قدامك. في 6 بيقول لك إيه؟ بيقول لك محمد صلاح is considered the cream of the كذا in the Egyptian football team. محمد صلاح يعتبر كلمة كريم، يا شباب مش معناها كريمة اللي هو الكريم والحاجات دي، مقصود بها صفوة. عايز اقول لك هو حته القشطه في كذا يعني. تمام. of the ايه in the Egyptian football team، في الفريق المصري. يا ترى product بمعنى منتج، ولا wheat بمعنى قمح، ولا crop اللي هي المعنى الحرفي ليها محصول او حصيله، ولا manufacture معناها يصنع. هنقول crop. يعني عايز اقول لك ان محمد صلاح هو يعتبر الصفوه في المنتج من الفريق القومي المصري لكره القدم. crop اجابه واحده صحيحه في جملة رقم 6. 7 بيقول لك فيها I didn't know you were in my city yesterday، أنا لم أكن أدري أنك في المدينة بالأمس، في المدينة بتاعتي يعني. طيب يو كذا مي، أنت إيه بقى أنك أنت إن أنا إيه؟ يقول له إيه هنا؟ could phone، ولا should have phoned، ولا should phone، ولا would have phoned. هناخد الاختيار ب should have phoned اللي هي مدلولها لما نقول should have وراها تصريف ثالث، بمعنى ايه؟ انه كان من الواجب اداء شيء في الماضي ولكنك ما عملتهوش. فبيقول له انا ما كنتش ادري، ما كنتش اعرف ان انت موجود في المدينه بتاعتي امبارح، كان يجب عليك ان تتصل بي، بس هو ما عملش كده.
يقول له كان المفروض تتصل بيا يعني، لكنك انت ما اتصلتش. Should have phoned. اجابه واحده صحيحه في الجمله رقم 7. تمام. بتقول The teacher told the students. المعلم اخبر الطلاب ايه؟ Their books at page 150. انهم يفتحوا الكتاب بتاعهم على صفحه 150. طيب to open ولا open ولا you open ولا opening؟ الجمله اللي قدامي ده هي هنحلها ب to open. ليه؟ لان دي بنسميها جمله امريه، طبعا دي reported speech كلام منقول، جمله امريه بالاداء بيقول لهم اعملوا ده. يبقى هنا اول جمله بما ان فيها امر والامر ده بالاداء هنقول to open، بمعنى اجابه واحده صحيحه في الجمله رقم 8. 9 بتقول اه بقى جاب فراغ send the report to the general manager. انا كذا ان انا ارسل التقرير للمدير العام. He needed it urgently. هو بحاجه اليه على نحو عاجل. يا ترى ما سنت التي تفيد النهي او الزجر؟ ولا don't have to معناها لا توجد ضروره لاداء شيء معين في المضارع في الحاضر يعني، ولا had to اللي تمثل ضروره في الماضي، ولا didn't have to عدم ضروره في الماضي. لا هناخد had to اللي هي تمثل ضروره في الماضي. طب ايه الدليل على الجمله اللي قدامي نهايه ماضي؟ شوف كلمه needed دي، needed معناها كان بحاجه الى، احتاجه يعني او كان محتاجه. ده اللي خلانا نقول ان had to التي تدل على الضروره في الماضي بالاداء اجابه واحده صحيحه في الجمله رقم 9 had to. 10 بقول لك فيها my brother would have been a doctor if he if حاله كام دي؟ طبعا بنكمل his exams. if جملتها هي اللي خاليه، طيب يبقى كده بص على الناحيه الثانيه قال would have تصريف ثالث، يبقى فاضل لي هنا كده هو كده دي if حاله ثالثه، يعني انت هنا محتاج ماضي تام. يبقى نقول past اللي هي في شكل ماضي البسيط، ولا would pass would المصدر، ولا had passed في شكل الماضي التام، ولا pass في شكل المضارع او المصدر. هنقول had passed في شكل الماضي التام اجابه واحده صحيحه في الجمله رقم 10 اف الحاله الثالثه. في 11 بقول لك I have وجاء فراغ friends in the world. انا لدي كذا اصدقاء في العالم. يا ترى the best ولا good ولا best ولا the better؟ انا هاخد the best لانه هو بيتكلم في التفضيل، بيفضل الاصدقاء اللي عنده عن كل الاصدقاء اللي موجودين في العالم، وده اللي خلانا خدنا ذا بيست بمعنى الافضل تفضيل. اجابه واحده صحيحه في الجمله رقم 11. في 12 بقول لك وات دو يو مين، ماذا تعني او تقصد كذا اباوت ذا ليكي بايبس، بخصوص ليكي. ليكي هنا معناها فيها تسريب يعني المواسير اللي فيها تسريب. طيب وات دو يو مين ايه بقى؟ تو دو ولا دوينج ولا تو دوينج ولا تو هاف دون؟ What do you mean to do؟ ماذا تعني أن تفعل؟ يعني أنت ناوي تعمل إيه يعني؟ خلاص؟ To do يعني مين أهي؟ خلاص كده اللي فاضل إن أقول to do. مش هينفع معايا إن أنا أستخدم لا شكل الجيرند ولا to وراها جيرند ولا to have تصريف ثالث خطأ تماماً. أنا محتاج to المصدر حسب الصياغة اللي قدامي، فهاخد لها to do إجابة واحدة صحيحة في الجملة رقم 12. طيب نروح للي بعدها 13. لحظة نرفع لك الشاشة. في الجملة رقم 13 يقول لك if I wish I would have فراغ I wouldn't have felt guilty. أنا أتمنى أو كنت أمل كذا، وبيكمل I wouldn't have felt guilty. بص كده في الجزء الثاني من الجملة المكتملة هتلاقي would have تصريف ثالث. يعني كده هو بيتكلم فيما يشبه بالظبط كده في الصياغة if الحالة الثالثة. if الحالة الثالثة تمام. طيب يبقى انت كده محتاج ايه؟ محتاج ماضي تام. طب مثبت ولا منفي؟ حسب الجمله اللي قدامي انا محتاج الجزء المثبت مش المنفي، يعني عايز ماضي تام مثبت. يبقى will apologize will والمصدر طبعا apologize معناها يعتذر خطا. apologize في شكل الماضي البسيط خطا. hadn't apologized ودي في شكل الماضي التام المنفي خطا بالمره. الاجابه الصحيحه هي had apologized ودي ماضي تام مثبت ومعنى الجمله أتمنى إني كنت اعتذرت. الجملة هنا بما إنها مثبتة يبقى الاعتذار لم يقع، يبقى هو كده ما اعتذرش. I wouldn't have felt guilty ما كنتش حسيت بالذنب. يبقى ده معناه إن هو لم يعتذر وبالتالي هو عنده شعور بالذنب. Had apologized ماضي تام مثبت مكملة للجملة رقم 13 إجابة واحدة صحيحة. 14 I don't have enough money to buy lunch. أنا ليس لدي المال الكافي لشراء الغداء. ماشي. إيه بقى؟ You lend me a couple of dollars. ممكن تديني 2 دولار؟ يسلفوا يعني 2 دولار؟ أعملها بإيه بقى؟ إزاي أعمل ده اللي هو زي ما بيقولوا إيه بنقول عليه هنا طلب مهذب. نقول له إيه؟ نقول له might ولا could
ولا ماي ولا شال. أنسب واحدة فيهم للطلب المهذب هي كود. كود يو لند مي، هل لك أن تقرضني تسلفني؟ كود إجابة واحدة صحيحة في جملة رقم 14. 15 بتقول لك I read in the paper that day، أنا قرأت في الجريدة إن هم إيه؟ The price of gas again، أسعار الغاز مرة أخرى. يا ترى increase بمعنى يزيد ويضيف في شكل المصدر أو المضارع البسيط، ولا are going to increase في شكل طبعا going to A تصير تشير إلى المستقبل مع going to، ولا are increased مبني المجهول في صيغة المضارع البسيط، ولا will be increasing في شكل المستقبل المستمر. أنا هاخد are going to increase إجابة واحدة صحيحة. طب ليه؟ ليه أنت خدت دي؟ ليه إحنا خدنا are going to increase؟ شو بقول أنا قريت في الجرايد تمام؟ طب بما إنه قرا في الجرايد يبقى اللي طبعا اللي بيعمل الحاجات دي الحكومة هي اللي قررت كده تمام؟ بما إن ده موجود في الجرايد يبقى ده معناه إن الحكومة وضعت عندها intention عندها نية. بما إن عندها نية يبقى أنسب صياغة ليك للمستقبل هي going to، وده اللي خلاها خد are going to increase إجابة واحدة صحيحة جمله رقم 15. طيب نروح ل 16 وتقول لك ايه the better the party the night before، the better the party the night before. ماشي زي ايه بقى it is to get up in the morning. ماشي الحفله اللي عدت بقى اللي هي كانت في الليله اللي قبلها يعني ايه عشان كانت هي كويسه او جيده ده خلى الصحيان في الصبح اليوم اللي بعده ايه بقى؟ يا ترى the most difficult ولا the difficult ولا the more difficult ولا the least difficult؟ عندك قاعدة يا شباب تسمها the more the more، the less the less the more، the less the less the more، وده اللي هيخلينا هو جاب هنا the better. مين اللي تمثل نفس الفكرة؟ more difficult، more difficult، the better the more اللي هي فكرة the more the more. ماشي في زيادة في الطرف اليسار يعمل زيادة في الطرف اليمين، ده اللي هيخليه more difficult. إجابة واحدة صحيحة في جملة رقم 16. طيب نروح لصفحة 88 عشان نكمل الامتحان بتاعنا. على صفحة 88 جاي قطعة، وقطعة بيحكي فيها شخص عن زيارة قام بها هو وصديق لصديق آخر ليهم كان مقيم في مدينة تحديدا في دولة اليونان. بيقول ان هذا الصديق كان هو صديق لهم من ايام الجامعة، لكن للأسف العلاقة بهم او الاتصال ما بين هؤلاء الأطراف الثلاثة انقطعت بسبب انه صديقهم تحديدا اسمه ادم انتقل للعيش في دولة اليونان تحديدا في مدينة اثينا وفي مدينة فرعية منها. طيب هم فكروا ان هم يروحوا يزوروه، ولما راحوا علشان يزوروه كان معاهم كتيب مديه لهم صديق ليهم كان سبق وزار المكان لكن من فترة بعيدة، الفترة دي كانت تقريبا من 2003. كانت الجايد بوك اللي مديه لهم او الخريطة الارشادية او الكتاب الارشادي اللي كان مديه لهم بيتكلم عن مناطق نصحهم ان هم ما يذهبوش اليها في مدينة أثينا لأن هذه المناطق تعتبر هازارد بنقول عليها اللي بنقول عليها خطير، ودي الجملة أو الكلمة اللي تمثلها هازارديس. كلمة هازارديس معناها خطير، أدي الكلمة أهي أهي هازارديس بليسز، هازارديس بمعنى فيري دينجرس يعني أماكن خطيرة جدا. طيب هم طبعا خوفا منهم بسبب هذه الخريطة أو الكتاب الإرشادي اللي لهم المناطق دي بعيدة ما تروحوش ناحيتها. طيب ماشي، لكن لما وصلوا لي صديقهم آدم ده هو وبدأ يحكي لهم عن الجمال اللي أصبحت عليه هذه المناطق اللي هي كانت مش كويسة في 2003، وده طبعا التحسين ده كان سببه The Olympic Games اللي عقدت في 2004 تم تغيير وتحسين هذه المناطق، فهم ندمانين ان هم ما كانش عندهم الفرصة ان هم يزوروا ده. وبالتالي صديقهم آدم هم ماشيين ادهم كتيب حديث بيوصف المناطق الجميلة اللي ممكن يروحوا يزوروها في المدينة. ونروح للأسئلة اللي موجودة على القطعة، وهنبدأ choose question الأول. Why didn't Hamid and the writer keep in touch with Adam؟ ليه حامد والكاتب بتاع القطعة بتاعتنا ما كانوش على تواصل مع صديقهم آدم؟ احنا قلنا ليه بقى؟ He lived in a different country، انه سافر للعيش في دولة أخرى. طب نروح ل 18. What did the writer first think of the guidebook his cousin gave him؟ ايه كان وجهة نظره الكاتب بتاع قتلنا طبعا في الكتاب الارشادي اللي ادهوله ابن عمه، ايه رأيه فيه؟ الاختيار A it seemed to be good، كان معتقد انه كتاب جيد لكن للأسف كان معلوماته قديمة. 19. Why did the writer and حامد، ليه رايتر وصديقه حامد not visit some parts of Athens؟ ليه ما رحوش يزوروا بعض الأماكن في أثينا؟ هنقول the guidebook didn't recommend them، لأن الكتاب الارشادي اللي كان معاهم ما كانش يعني بيؤيد هذه الزيارة يعني. طيب في 20 بيقول لك
How did they get information to travel around the islands? ازاي كان في طبعا زيارة قاموا بيها لبعض الجزر من خلال القطع اللي قدامنا. المعلومات اللي جابوها عن هذه الجزر كانت منين؟ From an online guide، من كتاب ارشادي، وده كان موجود على الانترنت. نروح للمجموعة الثانية من الأسئلة، بس هي The Dutch Questions، وهنبدأ بالسؤال رقم 21 واللي بيقول لك What had changed in Athens since 2003؟ إيه اللي تغير في أثينا من العام 2003؟ طيب هنروح للإجابة بتاعت ده ونقول لك Areas that had not been very interesting، الأماكن اللي كانت مش شيقة في 2003 became very interesting after they were improved، طبعا بيت أجمل لما تم تحسينه. احنا قلنا السبب في ده الأولمبيك جيمز اللي كانت عقدت في 2004. طيب نروح للسؤال رقم 22 واللي بيقول لك What do you think the word hazardous? Hazardous. Hazardous. إيه معنى كلمة hazardous؟ أنا قلت معناها وإحنا بنتكلم مش بقى، قلت معناها very dangerous. بس نوريها لك مكتوبة أهي. أدي معناها إيه؟ The word hazardous معناها dangerous أو risky، يعني شيء فيه مخاطرة أو شيء خطير. طيب نروح للسؤال اللي بعده، وده سؤال شخصي بيسألك عن وجهة نظر، بيقول لك ايه What do you think the writer learned from his trip to Greece؟ ايه اللي اتعلمه صديقنا من زيارته اليونان؟ طبعا اول حاجة ان هو في خطأ وقع فيه، انه اعتمد على جايد بوك، كتاب ارشادي او دليل للمكان. الكتاب ده قديم من 2003، وهو راح المكان في 2018، يعني راح بعد حوالي 15 سنة. طب هل حد ممكن ياخد كتاب كدليل لمكان او خريطة لمكان بعد مرور 15 سنة؟ يبقى اول درس تعلمه ايه؟ He should use updated guidebook، انه لازم ياخد معاه كتاب يكون حديث للمكان. دي اهم حاجة ممكن يتعلمها يعني. طيب ايه كمان في السؤال 24؟ What problems do you think online guides might have؟ ايه المشكلات اللي ممكن تكون موجودة في الكتب الارشادية بس اللي موجودة على النت؟ هنا في مشكلة ممكن ايه؟ they may not be true، ممكن تكون غير حقيقية. They may be just for scamming، يعني ممكن يكون برضو فيها نوع من التضليل او الخداع. الافضل ده طبعا you have to be sure from نقول عليها ايه، from important sites or from republican sites، اللي هي الاماكن اللي هي تخص الدولة، يعني from the state، يعني معلومات تخص الدولة. دي طبعا بتكون مواقع بتبقى اكثر امانا يعني. طيب نروح للترجمة، وهنبدأ بالترجمة اللغة الإنجليزية. بتقول لك you can benefit from using the internet if you are careful، هنقول الترجمة كلها على بعضها. You mustn't share your password، دي مهمة جدا الحتة دي، with anyone. If you do they will be able to see your private information. وهنقول لك الترجمة بتاعت القطعة بتاعتنا كالآتي. الإعلام كثيرا في كل أنحاء العالم بجائحة كورونا، حيث تضررت العمالة اليومية، كما ظهرت العديد من الوظائف التي تؤدى من البيت، وانتشر التسوق عبر الانترنت. والترجمة بتاعتنا هتبقى بالشكل ده. The labor market and the international economy all over the world have been greatly affected by the corona pandemic. The daily labor was harmed and many jobs which can be done at home have emerged and online shopping has spread much. شوف موضوع الانشاء اللي كان جايبك تكتب لنا عنه. بيقول لك طبعا هو عايز 180 كلمة، دي خلاص ما فيهاش كلام الحكاية دي. write a blog، اكتب مدونة about your life so far، عن حياتك حتى الآن، يعني الفترة اللي عدت من حياتك لحد دلوقتي. what are your wishes and regrets، ايه أمانيك للي جاي وندمك على ما مضى اللي انت ايه مش راضي عنه. وبنختم مع الشاشة كان عليها الترجمة وبعض إجابات أسئلة القطع، ونقول امتحان المراجعة على المنهج للترم الأولاني من المنهج بتاعك، امتحان رقم 2 انتهى، لكن لسه لا يزال لدينا ان شاء الله العديد والعديد من امتحانات المراجعه مع معلم خبير اللغه الانجليزيه مستر استاذ من مدرسه الشيماء استاذ بنات محفوظ سواج. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.